هو انا ليه شامم خير اللهم اجعله خير كده ان انت عايز الدوري يرجع عشان الاهلي ياخد الدوري؟ مش عارف ليه سبحان الله. لا مش فكره ان ده الدوري انت يرجع. هتغير اللائحه في الاتحاد الافريقي وهتكلمه وعايز تخاطب الاتحاد المصري، خاطب الاتحاد الافريقي عشان يرجع الدوري. بص، عوده الدوري فيها اشاره لحاجات كتير جدا، منها ايوه عوده الحياه. يعني صحيح. انا دلوقتي يعني جزء من اصرار الدوله على عوده النشاط وعوده الرياضه ان احنا بنقول ان احنا عندنا حياه زي باقي العالم. انت النهارده انت مش الدوري الانجليزي 1/7 خلاص قريب جدا، الدوري الانجليزي 17 17/6 17/6، الدوري الاسباني 11، ألمانيا رجع، الدوري الايطالي 20، فالعالم كله بيرجع والعالم كله كان عنده ازمه اكبر منك. احنا عندنا الموضوع بيدور بشكل مصالح اكتر، او خليني اقول يعني مصالح مين لمين؟ احنا بتدار، يعني انا عايز اقول كده، ممكن اديك عنوان اقول لك ان الكوره المصريه يعني بيديرها شويه عيال، وشويه عيال هنا ما اقصدش ان انا بقلل من الاشخاص اقول انهم صغيرين، لا، بعقول يعني صبيانيه شويه، مراهقه شويه. مين بيتصل بمين في التليفون فبيقول له لا انا عايز ومش عايز، مين بيقول له ان احنا هو اللي انا اعرفه ان اللي بيدير الكوره هي اللجنه الخماسيه. ما هي اللجنه الخماسيه بتدير ازاي؟ بانهي منهج؟ بانهي منطق؟ هل في قواعد واسس انت ماشي عليها؟ بتتكلم على صبيانيه الفكر بالنسبه لهم، صحيح. بس نوضح اللي هو المصطلح عشان محدش يزعل. بيتاثر بمكالمات فلان، بيتاثر بضغط فلان. هو مين بيتكلم؟ رؤساء الانديه كل ما رسائل لهم انديه. مصلحه. بص دلوقتي رؤساء الانديه احنا عندنا من 7 لـ 8 انديه بيصارعوا على الهبوط، دول مش عايزين دوري يرجع تمام عشان يتهربوا من الهبوط. يعني للاسف الشديد مستثمرين كبار جدا وعندهم انديه في اوروبا وحاليا بيتهربوا من عوده الدوري علشان خايف ان هو يهبط. تمام. في ما خلينا نحط نفسنا مكانهم برضو ونقول ان هو لعيبته هي مش لعيبه الدوري الانجليزي ولا الدوري الالماني اللي هم عندهم جاهزيه وهم قاعدين في البيت وبيتدربوا، هو لعيبته اكيد دلوقتي بره اللياقه خالص وبره الجاهزيه، المدير الفني نفس النظام، فهو ممكن يكون مش بيتحجج، هم يكونوا عارف انه لو رجع لا خلاص الدنيا بايظه خالص. هو قلقان من فكره ان هو يعني يخسر او يهبط للدرجه الثانيه. وكمان في انديه مش عايزه تلتزم بباقي العقود، يقول لك ان انا انهي الموسم ما ادفعش باقي العقود، انا عليه 25% انا عليه 40% صحيح. كفايه عليا كده، فانا بتهرب من ده. هو برضو عنده خسائر كبيره جدا، فعايز ممكن يكون بعض لعيبته يتحملوها معاه لان هو خسر. يبقى اذا هنا المصلحه الشخصيه اللي بتحكم، يعني وجهه النظر الخاصه. المصلحه العامه ليه كنادي؟ لا، المصلحه الشخصيه بتاعته هو، بتاع النادي هو، لكن تمام. المصلحه العامه بتاعت البلد، بتاعت الدوله، بتاعت القطاع الرياضه بتقول ان احنا لازم نستأنف النشاط، لازم صحيح. ندي اشاره للعالم كله ان احنا عندنا حياه. يا استاذ سعيد، ما هي برضه ما هو النشاط، انت ده عندك الكاس مش هيرجعوه، الكاس قرروا انه هيرجع. طب مش معنى الكاس يعني مش معنى مفيش دوري؟ لا انت بتتكلمين دلوقتي على عوده الكوره والنشاط عشان الدوله كلها ترجع. يا عم انا هرجع لك الكاس وهبدا الدوري الجديد في ميعاده. ده بيكشف لك سوء النوايا. انا ما اعرفش صراحه سوء النوايا، انا بس بسمع منك. ايه اللي يختلف عن في الكاس عن الدوري؟ بيقول لك ان الكاس عدد ماتشاته اقل. هي الفكره المنهج نفسه، انت خايف من اصابه اللاعبين بالفيروس ولا الموضوع فيه حسابات تانية؟ هو الكاس باقي فيه قد ايه؟ واحنا في دور 8 اعتقد، باقي فيه كام ماتش؟ في لسه في دور 8 والاهلي والزمالك لسه ما لعبوش دور 16. طب عدد الماتشات مش قليل برضه؟ انت متخيل ان فرقه ترجع تعمل فتره اعداد شهر عشان تلعب ماتش وممكن تقعد بعدها يعني؟ لا ما انت عندك الكاف اعتقد هيحط الجدول الزمني بتاع افريقيا بقى، لان الاهلي والزمالك افريقيا الاهلي والزمالك بس يكملوا. افريقيا الاهلي والزمالك بس، انا بكلمك على مجمل. وبيراميدز موجود اعتقد لسه. بيراميدز انا بكلمك على مجمل الانديه يعني في الدوري المصري، يعني اللي هو انت 18 نادي هيرجعوا عشان ممكن يلعب مباراه واحده وبعدها مابقاش موجود. اعتقد ان المفروض يعني احنا ننحي المصالح الخاصه شويه ونشوف المصلحه العامه فين ونفكر بالطريقه دي. سمعت الله برضه مش عارف الله اعلم يعني ان المصالح 7-8 انديه والنادي الزمالك وبعض الانديه اللي ليها علاقات كويسه مع نادي الزمالك مش عايزين دوري يرجع، اذا انت الكل ضد النادي الاهلي، يبقى هنا تحس بالمصلحه لمين؟ ما هي المصلحه العامه هي اعتقد بقى. هو القرار هنا مش قرار انديه. القرار مش قرار انديه هنا. لو هنقيسها بفكر حضرتك اللي بتقوله ان هي المصالح الشخصيه، اما يكون عندي 10 انديه في الدوري مش عايزين الدوري يرجع ونادي اعتقد ال10 هو اللي صوتهم يتسمع. طيب دي مصلحه مجالس ادارات الانديه، لكن مصلحه اللاعبين في الانديه دي نفسها. يعني انت لو قلت لعيبه الزمالك النهارده تلغي الدوري يقول لك لا انا عايز ال 25% في عقدي. مفيش لعيب كوره بيحب الكوره عايز ما يلعبش كوره وبيحب الفلوس طبعا. انا عايز باقي عقدي، يعني عايز النهارده يعني فرجاني ساسي عقده 25 مليون، مين هيدفع له باقي الفلوس بتاعته؟